مايلز صاحي؟ لا أنا كنت صاحي امبارح وصممت تطبيق لبدلتك الجديدة، تشغيله عجيب معمول مخصوص، ما شفتش زيه قبل كده. بس دخلت له برنامج عشان أقدر أعدل هيكل التوصيل وبعدين تمام. أنت نمت تاني مش كده؟ مايلز صاحي صاحي تقريبا خلص تجميع. شكرا. جاهز تجرب تطبيقي؟ ايوه يا صاحبي يلا بينا. انا متصل ببياناتك. يلا اختبار مبدئي. تمام. انا شايف كل اللي انت شايفه. هو انت ازاي ما بتدخش؟ تمارين كتير. اهلا في سبايدر مان الودود 1.0. التطبيق بيخلي نيويورك تطلب مساعدتك وكمان يبلغوا عن الجرائم. حلو التصميم. شكرا. بص في طلب اتبعت. جالك طلب من راجل اسمه ايرون ديفيس. ثانية، إيه؟ ده عمي. هو يعرف إنك سبايدر مان؟ لا، أكيد صدفة. أنا رايح المترو. ايه اللي بيحصل؟ اهلا، محتاج مساعدة؟ انا سبايدر مان على فكرة. عارف ايرون ديفيس. اعتقد ان في حد بيلعب بالمستشعرات. وصلتني بيانات غلط من المرحل الرئيسي فوق جراند سنترال. في طريقي. هاي ايوه. فين سبايدر مان التاني؟ اصل هو مأجز. ما تقلقش انا معاكم. أكيد ما عرفنيش. ده بيتصل من على التطبيق. سبايدر مان معاك. أهلا، نسيت أقولك كان في عملية اقتحام امبارح قريبة في ساحة روكسون. مجموعة اسمها المجتمع السري قفشتهم موجودين في المحطة بتاعتي الصبح. المجتمع السري، تعرف أي حاجة عنهم؟ هم شايفين نفسهم مافيا صغيرين موجودين من فترة، بس دلوقتي عندهم زعيم جديد اسمه تينكرر. شكرا على المساعدة. طيب انت بتكلم سبايدر مان كتير؟ تطلب مساعدة يعني وكده؟ ما كانش في وسيلة تواصل قبل التطبيق ده، بس انا شفتك على الاخبار امبارح بتخلص على راينو. لقيتك الشخص المناسب. حلو. طيب انت بقالك كتير شغال في المترو؟ لا، بدأت الشغلانة دي من سنة بعد ما اخويا. عامة كنت بحاول اعمل شوية تغييرات ولقيت الشغلانة دي هتبقى بداية حلوة، بس لما قطر يعطل وانا شغال ده مش لطيف. تمام، لما نصلحها ممكن تقول للرئيس بتاعك انك بدرت واستخدمت تطبيق سبايدر مان الودود. اعمل كده. اتمنى لك الحظ مع المستشارات. ادي المستشعرات.
في أسلاك كتير جداً هنا، أكيد بتشوش على الإشارة. الكابلات دي آخرها فين؟ لازم ادخل جوه الكوخ. هاي اهلا بيك انت. حاجة بتشوش على محولات الإشارة. التقنية دي غريبة. بكره هعمل كده بس. المستشعرات اشتغلت. عملت إيه؟ شفت شغلي مع الشخص المخرب. هما شكلهم كده سابوا شوية من حاجاتهم. ثانية، هبقى اتصل بيك بعدين. اوه، هعمل بيها متتبعات الهولوجرام بتاعت بيت. التقنية دي ترددها اللاسلكي مميز. أنا هقدر أتعقبه. واضح جداً إنها في المدينة كلها. وقت تجربة متتبعات الهولوجرام. مش هتوقفنا. هنقتلك. الدفاع ده مش هولوجرام. يا مجتمع يا سيري، مش هنبطل نتابع بعض ولا ايه؟ مش هتوقفنا. انت انتهيت. ها تقفلني بالسهولة. نرسل على سبايدر مان. اطلعوا له فوق. استسلم بقى. تمام، يا ريت الأوتورات تشتغل تاني. لازم أسأل عمي إيرو. أيوه. أهلاً أستاذ ديفيس، إيه الأخبار؟ عندي إشارة بس مفيش أي قطر على السكة. أكيد في حاجة آخر الساحة. المجتمع السري خربوا مستشعراتك.
بيتهيألي روكسون عمرها ما استخدمت المترو لنقل النيو فورد. روكسون؟ نظام المترو معمول عشان ينقل الناس مش القضايا، بس الخط ده اتحدث لما ساحة روكسون دخلت في الموضوع. يعني بيستخدموها في الخباسة. افضل ورا الموضوع. طيب انت جبت ست اخوك، فين بقيت عيلتك؟ بقالي فترة ما قابلتهمش، كان لازم اعمل شوية تغييرات لاني اشتغل الشغلانة دي، بس وحشيني وتحديدا ابن اخويا، كنا بندمج المزيكا سوا. ممكن تقدر تشوفه تاني، اقصد تشوف عيلتك. اتمنى فعلا. ايوه لازم اروح احارب المجتمع السري. سلام. بس حلو ان الشمس طالعه برضه. المجتمع السري بيخربوا كل حاجة، هوقفهم من غير دوشة. شغلها بسرعة، لازم أفرق الناس. احنا عايزين ندخل ونخرج بسرعة، الحاجة دي بتاخد وقت. ايه الصوت ده؟ بصش وقت تجربة القناع المساعد. حلو، أقدر أمشي وراها. عندي حاجة ليك. عندي نظرية، بتحاولوا تقطعوا شحنة النيو فورد، هو أنا قربت؟
سوريا. مفيش تاني، ودلوقتي هروح ارجع القطارات على السكة. وحدة التحكم في المكتب. تينكرر عمي قال لي هو ده الزعيم بتاعهم. مش مصدق، دول دمروا كل حاجة. دلوقتي هروح ارجع الاطارات على السكة بايدي او بالشبك. هستخدم القرص الدوار ده، الف القرص الدوار واسحب العربيات بالشبك، اكيد هنجح. استنى لحد ما ينزل الأرض. كويس، نشوف الباقي بقى. المجتمع السري بيدوروا على شحنات النيو فورد وبعدين يعطلوا المدن. ممكن يكونوا بيحاولوا يطلعوا النيو فورد يوصل للبلد ولا ايه؟ لا، لازم اثبته تحت. يا مايلز استمر. نجحت، رجعت القطر على السكة. دلوقتي محتاجة طاقة. بوظوا وحدات التحكم هنا كمان، بس المولد سليم. تمام، هستخدمه عشان امد الكهرباء للقطارات. تقريبا الشبك بيوصل كهرباء. غالية محطة نيويورك. أيوة، يا أستاذ ديفيس، في أي جديد عندك؟ الدنيا شغالة تمام جدا. شاطر يا ولد. مبسوط بمساعدتك. لو حصل حاجة تانية اكتب ملحوظة في التطبيق. لحظة واحدة،
معايا حاجة ليك هنا، هي بسيطة بس. عشاني؟ دي أقل حاجة ممكن أعملها عشان الشخص اللي أنقذ وظيفتي. حلو حلو، كذا مرة كنت هتكشف بس لحقت نفسي. هشوف التطبيق لما خلص. سلام. ماما بتقول لي مش بس كده، هاخد وقت قد ايه على ما اتعرف على حالي؟ لازم اوقف المهزله دي. هيفجروا الخط كله، مش هسمح لهم بكده. تمام، مفيش قنابل، نخلص من الرجال. سبايدر مان يا ولد، ابعد عن طريقنا، انت هتخلي الوضع يسوء. اكتر على السكك العلوية. لازم اخلص منها. لازم أركز، لازم أخلص منها. انشروا الأمن في المنطقة. حاضر. احنا الاقوى. فاضل وقت. انت ضعيف واحنا هنتعصر. يعني امبارح بالليل تعرف ان النيو فورم هيتنقل بالقطر، والنهارده تهاجم القطر ليه؟ عشان توقف النيو فورم؟ عشان تسرقه؟ نجحت يا ولد، القطر رجع اشتغل والمجتمع السري انتهى. شاطر قوي يا فندم. القطر الجاي هيوصل خلال 5 دقايق، برضه من زيادتكم. المجتمع